تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. محمد فارس درع وسيف النادي الاهلي اللي شغال في قناه النادي الاهلي، رد موجع على خالد الغندور بعد ما خالد الغندور تناول اسمه في قناه نادي الزمالك، وقال كلام يعني بما معناه ان انت بتطبل للخطيب. انت ما تقدرش يعني تنتقد الخطيب بعد خماسية سان داونز، انت بس ما بتعملش حاجة غير ان انت بتطبل وبتعمل، بالرغم ان انت عامل نفسك حامل حمى وانت ما بتتكلمش وبتصفنا ان احنا هزازي رؤوس. لما ما بننتقدش مرتضى او بنديله مساحة من الكلام او مساحة من المداخلات في قناة نادي الزمالك، انا هوريكم رد محمد فارس. بس قبل الرد بتاع محمد فارس انا هسمعكم خالد الغندور قال ايه على محمد فارس، ومحمد فارس رد على خالد الغندور وقال له ايه. نسمع خالد الغندور وبعدها رد محمد فارس على خالد الغندور. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي، قبل ما تشوف رد خالد الغندور تعمل لنا لايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما تفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. نسمع ونشوف رد او كلام خالد الغندور اللي استفز محمد فارس، وبعدها اوريكم محمد فارس قال ايه. نسمع. اخر حاجه بقى عايز اتكلم فيها قبل ما نطلع، وهي خالد الغندور بيطبل لمستشار مرتضى منصور، والصحفيين بيطبلوا لمستشار مرتضى منصور، وكان بيقولوا هزاز الرؤوس هزاز الرؤوس، يعني اي حد كده. طب نقعد نعمل كده لمستشار مرتضى، احنا بنهز راسنا يعني. بعد ماتش الهزيمه الثقيله الناحيه الثانيه، وكان للاسف اللي بيقولوا ده بعض مقدمي البرامج في قناه النادي الاهلي بيقولوا على صفحاتهم هذا الكلام، وبعض الصحفيين اللي منتميين للمنظومه الاعلاميه داخل النادي الاهلي بيقولوا الكلام ده عننا، تمام؟ فبعد ماتش 5-2 عايزين نشوف بقى، عايزين نشوف بقى الاعلام هناك بقى، واسع عبد القيادي استاذ ابراهيم بنيتي بقى صاحبي الجامد، نشوف بقى ايه الكابتن ايمن شوقي، كابتن اسلام الشاطر، محمد فارس بقى ده اللي هو حامل حمى على السوشيال ميديا، نشوف بقى ده اكيد ده محروق بقى، اكيد بقى حان الوقت بقى ان هم يهاجموا كابتن محمود الخطيب بقى. لا مش معقوله يعني هيمدحوا يعني، مش معقوله بعد النتيجه دي هيشيلوا حد الليله. حتى مجله النهارده اليوم عامله مانشيت كده او عامله صوره ومطلعه كابتن زكريا ناصف، كابتن محسن صالح على ما اتذكر، مش عارف مين جاي، وحسام جاي، وقدم البنك الاهلي ما جابوش الصوره عليهم. كان مرتضى منصور ومجلسه يمدح الزمالك يخسر، مرتضى مجلس روقوهم روقوهم. النهارده الناحيه الثانيه 5-2 دي ثاني مره، اقول لكم ايه؟ ارمي على كولر، ارمي على محسن صالح، ارمي على لجنه التحفيز، ارمي على اي حد، ارمي ارمي. وايه بقى؟ نطلع بقى المطبلاتيه بقى، في حد قادر على القناه الثانيه يهاجم كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته؟ لا بالعكس، ده انا بقول حاجات يعني انتوا دخلتوا مع المانشيتات وتصاريح بقى الاعلاميين وجماعه عبد القيادي واستاذ ابراهيم المنيسي وهشام ده، بيقول لك اللي بيهاجم كابتن محمود خطيب ومجلس الاداره ده بيكرهوا النادي. يا راجل واحنا اللي بنطبل، وما جيت قلت يا جماعه ان قنوات الانديه ومقدمي البرامج او حتى الصحفيين المحترمين الزملكاويه او الاهلاويه دورهم ان هم يسافروا مجلس الاداره، قد تكون هناك قرارات سليمه. بعد ما سمعت كلام خالد الغندور جه الرد سريع من محمد فارس على صفحته على السوشيال ميديا، كتب الآتي: الغندور سايب عقود فريقه اللي بتتسرب، وفريقه اللي لسه خسران من انبي، وفي طريقه لموسم صفري، واللي لعب 15 ماتش في 2023 خسر 8 وتعادل 4 وكسب 3 ماتشات فقط، وطالع على الهوا يقول محمد فارس حامل حمى، حامي حمى الاهلي، وما بيهاجمش الكابتن خطيب في قناة النادي ليه؟ أولا فكرة حامل حمى ده شرف عظيم، وخدمة الأهلي والدفاع عنه شرف كبير، ولكن الأهم إني في قلب قناة نادي الأهلي اتكلمت عن مسؤولية كل الأطراف في المنظومة داخل النادي الأهلي دون استثناء عن الهزيمة، واتكلمت عن كل القطاعات وقطاعات كرة القدم في النادي الأهلي وحاجتها للتطوير، وإزاي زي ما المنظومة بتستعيد بالإشادة لازم نتقبل نقد جمهور نادي الأهلي وتسمع صوته، لكن بكلمات تليق بالتواجد على شاشة قناة النادي الأهلي بدون أي مصادرة على حق جمهور النادي الأهلي في الغضب والحزن والنقد، بدون محاولة اتهام جمهور النادي الأهلي زي ما غيرنا بيعمل في جمهوره. لأن يا خالد ده النادي الأهلي اللي أنت ما تعرفش عنه حاجة، أنا معرفش يا خالد اعمل زي ما انت عملت لما كنت بتطلع
وبتقول عايز اشتغل في اعلام بعيد عن التعصب والانديه، وقلت تلميحات عن شركه برتغاليه دورها في صفقات ناديك، ثم بعدها بكام يوم تكون بتجدد في القناه وبتقول اشعار. انا ما اعرفش يا خالد، اهز راسي وناس بتتخاض في عرضها وفي سمعتها وفي شرفها وفي ذمتها الماليه قدامك، واقول اصل هما اللي استفزوا سياده المستشار. انا في الاهلي او بره الاهلي عمري ما اخسر احترامي لنفسي وانسانيتي عشان شغل او افراد. ده اللي اتعلمناه من النادي الاهلي يا خالد، واللي انت عمرك ما تفهمه ولا انك ولا تعرف عنه شيء، لانها اشياء لا تشترى. ده كان رد محمد فارس على خالد الغندور من خلال بوست على السوشيال ميديا. رد فيه ان يا خالد يعني مش انا اللي ههز راسي، ومش انا اللي هخوض في يعني هسمع واحد بيخوض في العرض وفي الشرف وفي الذمه الماليه. وطلعت مع في لقاء تلفزيوني واتكلمت عن تلميحات عن شركه برتغاليه يعني بما معناه، يعني ايه رميت طعمه كده المرتضى، يعني انا هقول وهعيد وهقول ان انا يعني ان في حاجات من تحت لتحت بتتعمل وحاجات سمسره الى اخره. راح جابك ووقع معاك. خالد الغندور مش سهل، انسان يعني معروف بيعرف مصلحته فين ومن اين تؤكل الكتف بمعنى اصح، او زي ما المثل بيقول او المقوله بتقول يعرف مصلحته فين ويجري وراها. مصلحته مع ممدوح عباس هتلاقيه على حجر ممدوح عباس، مصلحته مع مرتضى هتلاقيه على حجر مرتضى، مصلحته مع حسين لبيب هتلاقيه قاعد على حجر حسين لبيب، مطرح ما تلاقي مصلحته هتلاقيه قاعد على حجر صاحب المصلحه او اللي متحكم في المصلحه. فخالد الغندور معروف انه من زمان بياكل عيش من خلال التطبيل لاشخاص بعينها، ومن خلال الفتنه ونشر بذور الفتنه على النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي الى اخره. فده كان رد محمد فارس، رد موجز ورد باحترام ورد بسيط. قال له احنا اتكلمنا على المنظومه كلها، ان في اخطاء في المنظومه كلها من اول رئيس النادي لغايه اصغر قطاع ناشئين موجود في النادي الاهلي، لان هي عباره عن تروس ساعه، لو ترس وقف الساعه كلها بتقف. لو قطاع الناشئين سيء هتبص تلاقي النادي الاهلي ما بيفرضش قطاع ناشئين، لو النادي الاهلي صفقاته سيئه هتلاقيه بيأثر على نتائجه، لو النادي الاهلي عنده نوع من انواع التكاسل او التباطؤ في ابرام صفقه قويه ده بيأثر على الفريق. فده شيء طبيعي، ان زي ترس الساعه بالظبط النادي الاهلي ماشي، لو ترس وقف الساعه كلها هتقف. فالنادي الاهلي عمل جماعي مش عمل فردي، يعني مش شخص واحد بيقوم بكل حاجه، لا النادي الاهلي منظومه كامله، النجاح للجميع والسقوط بعد الشر يعني لا قدر الله للجميع. فكونك ان انت بتقول ان انت ما بتطلعش تتكلم، يا راجل ده مرتضى منصور بيطلع يشتم الدنيا كلها وانت ما بتتكلمش. ده انا هديكم مثال وقلته قبل كده، والناس اللي معايا في القناه يمكن تفتكر الكلام اللي انا قلته ده او اللي انا لسه هقوله بخصوص حسين لبيب. مره كابتن خطيب ارسل برقيه لكابتن حسين لبيب مبروك مش عارف ايه، وكتبوا كلمة السيد حسين لبيب ما كتبوش الكابتن حسين لبيب. ووقتها خالد الغندور هاج وماج على قناة نادي الزمالك، ازاي وازاي النادي الاهلي يكتب ما يكتبش الكابتن، عيب، ده هو كابتن تاريخي لنادي الزمالك، ده كابتن مش ده عليه بطولات ليه انجازات، ينفع احنا ننزل برقية او نبعت برقية لكابتن خطيب ما نقولش فيها كابتن، نقول السيد محمود الخطيب، عيب ولا مش عيب؟ وقعد بقى ايه نص ساعة يهري في مقدمة البرنامج بتاعه على قناة نادي الزمالك. وبعد ما حسين لبيب مشي وجه مرتضى منصور، هو نفس خالد الغندور قاعد امام مرتضى منصور، ومرتضى نازل تهزيق في مكالمة هاتفية، على قناة نادي الزمالك نازل تهزيق وشتيمة في حسين لبيب، وخالد الغندور مش ناطق. ايه يا عم خالد فين؟ انت زعلت عشان كلمة كابتن، ما بالك بقى بواحد بيشتم وبيقول له انت عيل متصابي، انت بتلبس بنطلون اخضر واصفر، انت عيل مالكش لازمة، انت فيك وفيك وفيك وانت مش متكلم ولا كلمة. هو انت ما هو ده مش كان كابتن من شوية وزعلان النادي الاهلي ان هو ما كتبش كلمة كابتن، وهو خالد الغندور بيسمع يعني تهزيق حسين لبيب وبرضه ما بيتكلمش ولا بيفتح بقه، والاسم يطلع يقول لك انا ماليش دعوه، كل واحد يبقى حر عن نفسه. يا عم في ايه؟
هو انت بتدافع عن حسين لبيب امام النادي الاهلي، ولما يجي مرتضى منصور يديله فوق دماغه في القناه ما تفتحش بقك وبس يهاجم النادي الاهلي ويهاجم اعلام النادي الاهلي. على فكره احمد فارس، عفوا محمد فارس واحمد اسامه عاملين حرقان غير عادي لهزاز الرؤوس، هيتجننوا منهم. ليه؟ الناس دي مثقفه، الناس دي محترمه، الناس دي بتتكلم بالمنطق، انا بتعلم منهم يعني، انا بقعد اتفرج عليهم بتعلم، بتعلم كتير منهم على الرغم ان هم اصغر مني في السن، ولكن دول اساتذه، دول اساتذتي، انا بقعد كده ببقى مستمتع بالكلام اللي بيقولوه. ناس عندها ثقافه عاليه كرويا، ناس عندها حجه، ناس عندها دليل وبرهان، ناس بتتكلم بالارقام، ناس بتتكلم مش كلام مطلق ولا كلام مرسل، كل كلمه لها مدلول ولها دلاله، وبيكلمك بلغه النادي الاهلي، لا بيتجاوزوا ولا بيتطاولوا ولا بيقلوا ادبهم ولا بيخرجوا عن النص، بالعكس تماما، بينطقوا افضل وارقى كلمات ممكن تسمعها في قناه نادي الاهلي من احمد اسامه ومن محمد فارس، فالناس دي فعلا تحترم. ولو بجد النادي الاهلي يعمل تكريم ل، على فكرة أمير، حتى أمير هشام كويس، بس أمير هشام مشي من قناة النادي الأهلي، كان برضو شخص كويس وشخص لابق ومحترم وراجل يعني أنا بحبه لما كان موجود في برنامج الترند، ولكن برنامج الترند ما كانش بيتشاف قوي زي البرنامج بتاع الساعة 9 بالليل أو الساعة 11 بالليل، بيبقى نسبة مشاهدته أعلى لما يتعمل له برنامج لوحده، فده إضافة ليه وربنا يوفقه. بس محمد فارس وجوده هو واحمد اسامه في قناه النادي الاهلي تقل كبير للنادي الاهلي، واتمنى استمرارهم في قناه النادي الاهلي، ما يمشوش من النادي الاهلي ابدا، لان فعلا دول سلاح ودرع النادي الاهلي في الرد عن كل من خرج عن النص وكل من يخرج عن النص تجاه النادي الاهلي. الفيديو بتاعنا انتهى، اسف للاطاله، كان واجب عليا ان انا اقول لكم على رد محمد فارس اللي انا بحبه وبحترمه جدا، ربنا يوفقه وربنا يوفق احمد اسامه في الخير يا رب في قناتنا قناه الاهلاويه قناه النادي الاهلي باذن الله. بشكركم، ما تنسوش اخواتنا الاهلاويه تدعمونا بلايك وشير، اول مره تشوفوني اول مره تخشوا قناتي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما تفوتكمش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.